أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في زيد تي في. وحنا كنتجولوا في شوارع حي الزهار، شارع جميل والأنيق بمراكش. غادي نعرضوا لكم الشقق الأرخص اللي عندنا بمراكش. عندنا شقة بأبواب مراكش 29 مليون، شقة بالشرف، شقة بالفضل، شقة بحي الزهار، وشقة بمبروكة، وشقة ودوبلكس كذلك بمبروكة. قبل ما ندوزو نشوفو هاد الشقق اللي عندنا في الفيديو، لابد نذكركم بان كاينه شقه بالشرف الطابق الاول فيها 56 متر مربع، فيها صالون، جوج غرف، بالكون، حمام ومطبخ، الثمن ديالها 36 مليون. كذلك كاينه بحي مبروكه فيها 58 متر مربع، العماره فيها لاسانسور، كاينه في الطابق الثالث 3 ايطاج، كاينه في الطابق الثالث، فيها صالون، جوج غرف للنوم، بالكون، مطبخ وحمام. كذلك كاينه شقه في الطبق الثالث بالفضل، فيها صالون، جوج غرف للنوم، مطبخ وبالكون وحمام، فيها 56 متر مربع، الثمن ديالها 36 مليون. هذه شقة في حي الزهار، كاينة في الطبق الثاني دوزيام ايطاج، العمارة فيها لاسانسور، فيها 70 متر مربع، فيها صالون، سيجور، جوج غرف للنوم، مطبخ، كويزين بالفيونتري ديالها وحمام دوش، الثمن ديالها الأخير 60 مليون، قريبة جميع المرافق العمومية.
هذه شقة بأبواب مراكش فيها 71 متر مربع الطبق الثالث، فيها صالون غرفتين وحمامين ومطبخ وبالكون، إطلالة زوينة 29 مليون. وأخيرا دوبلكس بحيمبروكا فيها 117 متر مربع تواسع مولاي، الثمن ديالها 65 مليون. لمزيد من المعلومات اتصلوا بالسي عبد الله في 06 71 0 38 45. استودعكم الله وإلى اللقاء.